وبأولى مساحاتنا الصباحية سلمى رح نضوي ضمن فقرتنا على أبحاث مميزة لم تنشر سابقا في موضوعات تاريخ العلوم والطب والتكنولوجيات والتراث العمراني والحضاري عند العرب. هو واحد من أهم أهداف المؤتمر السنوي بنسخته 36 لتاريخ العلوم عند العرب الذي رح يكون ضمن حلب بمعهد التراث العلمي العربي الحديث. ولنحكي أكثر عن هذا المؤتمر حيكون ضيفنا لليوم الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية وممثل الباحثين السوريين ضمن هذا المؤتمر. سعد صباحك دكتور. رشا سلمى يسعد صباحكم، صباحكم خير يا رب. صباح الجو الحلو، صباح المؤتمر الحلو فعلا. هذا المؤتمر المهم جدا اللي راح ينعقد بمعهد التراث العلمي العربي بحلب بجامعة حلب. هذا المؤتمر مثل ما تفضلتي رشا بنسخته 36، يعني 36 مؤتمر تم اطلاقهم بمعهد التراث العلمي العربي بحلب. قديش هذا الموضوع مهم جدا، يعني اليوم كثير في اصوات بتقول طيب ليش نحن نحافظ نحكي على تراثنا؟ ليش نحكي عن علماءنا السابقين؟ نحن بيهمنا المستقبل. نعم بيهمنا المستقبل، لكن الحفاظ على التراث هو ضمان للحاضر وفتح طريق للمستقبل. فمن الضروري انه يكون نحن عندنا حفاظ على هذا التراث، دعمه، احتوائه، محاولة دائما تعريف الناس عن اجدادنا وعلمائنا اللي كان لهم دور كثير كبير بمسيره الحضاره. نعم دكتور، خلينا نتعرف، هل المؤتمر هو كل سنه بينعقد بحلب ولا كل سنه بمحافظه بما انه هو 36، ومين المشاركين لهذا العام بالمؤتمر؟ تمام، معظم المؤتمرات تعقد بحلب لانه معهد التراث العلمي العربي اسس في حلب عام 1976. الشيء الجيد بالموضوع انه هذا الشيء مميز بجامعه حلب، انه عندنا بحلب معهد خاص باحياء التراث العلمي العربي بحلب. كل سنة يحتفل بعالم من علماء من أجدادنا، يعني السنة أبو القاسم الزهراوي، فأبو القاسم الزهراوي بيسموه الغرب أبو التشريح، أبو الطب التشريحي، الجراح يلي أول من قام بعملية قلب مفتوح، يلي اخترع الأدوات يلي بيستخدموها الأطباء الجراحيين. فإذا كل سنة بيصير بمعهد التراث تسليط الضوء على أحد أجدادنا من علماء العرب يلي برعوا وتميزوا بمجال ما. فحلب هون المعهد التراث العلمي العربي بحلب هو المعهد، يمكن خلينا نقول لفترة قريبة للسنة الماضية أو اللي قبلها، كان المعهد الوحيد بالوطن العربي، لذلك تنبؤ أهميته. يعني إذا بنطلع على دول غربية بنلاقي مئات المعاهد يلي بتحافظ على تاريخهم وحضارتهم. بالوطن العربي ما عندنا غير هذا المعهد، وبالتالي كتير كتير مهم هذا المعهد. لو مو مهم ما كانوا دافعي الضرائب في الدول الغربية بيدفعوا آلاف الدولارات، مئات آلاف الدولارات لدراسة حياة علمائهم مثل نيوتن، مثل غاليليو غاليلي، مثل أينشتاين. لو هذا الموضوع ما له تأثير ما كانوا دفعوا كل هالمبالغ. نحن عم يحاول الغرب طمس الحضارة العربية، عم يقول الحضارة اجت من الحضارة الرومانية الإغريقية هبة للحضارة الغربية دون المرور بالحضارة العربية، أو بيقللوا تأثير الحضارة العربية على العالم. هذا الشيء اللي نحن عم نحاول ندافع عنه ونقول لا، حضارتنا العربية أثرت بشكل كتير كبير، كان لها دور كتير كبير من خلال علماء، من خلال إنجازات، من خلال اكتشافات، من خلال اختراعات. لكن للأسف الشديد معظم مخطوطاتنا ومعظم إنجازات العلماء يا أما مفقودة يا أما مختفية عندهم، مسروقة خليني أقولها يعني بكل وضوح وصراحة، ومنلاقيها معروضة ببعض المتاحف العالمية للأسف الشديد، أو يقوم علماءهم بدراستها وتشويه الحقائق. مثل مثلا كوبرنيكوس، كنا بمدارسنا بنقول كوبرنيكوس أول من قال أن الأرض تدور حول الشمس وكسر نموذج بطليموس، لكن الحقيقة لا، الحقيقة من الجامع الأموي ابن الشاطر الدمشقي، هذا العالم الذي صنع مزولة بمئذنة العروس، هذه المزولة يضع فيها أن الكواكب تدور حول الشمس على الأرض، لكن هو انتقل إلى دوران الكواكب حول الشمس قبل كوبرنيكوس بعشرات السنين. تطمس هذه الحقيقة ويسلط الضوء على كوبرنيكوس. طيب ابن الشاطر ونصير الدين القطوسي، من هلأ إذا نطلع نحن ماشيين برا منلاقي قاسيون، جبل قاسيون، صحيح. في قبة قريبة من جبل قاسيون هي قبة السيار. قبة السيار هي أول مرصد في التاريخ، هي وقبة الشماسية في بغداد، قبة دمشق وقبة بغداد أول مرصدين في التاريخ. بالتاريخ لا تلاحظوا رشا سلمى أنه يعني بيحكوا تلسكوب جيمس ويب، تلسكوب ما بعرف شو، بيسلطوا الضوء عليهم وهذا حقهم، لكن كمان حقنا نحن نقول أنه أول مرصد في التاريخ كان عنا، أول من وضع أسماء النجوم البتاني عالم فلكي سوري من الرقة، والتي قادت أنه تصبح مدينة الرقة مدينة البتاني. وللأسف الشديد لما ضرب الإرهاب الرقة أول ما حطموا تمثال البتاني، للدليل أنه الحرب ثقافية،
بدهم يلغوا تاريخنا، بدهم يلغوا تراثنا، هذا التراث اللي نحن عم نبني مستقبلنا عليه وعم ناكد اهميه هذا التراث. بتتذكر وتدمر قديش حاولوا يهدوا بتدمر ويشوهوا التاريخ. ما بدهم، في دول ما عندها حضاره، بدها يا اما تلغي حضاره الاخرين يا اما تسرقها للأسف الشديد. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن الموضوعات اللي رح يتم عرضها ضمن المؤتمر. هل حنشهد اليوم موضوعات جديدة عن بال 35 نسخة اللي سبقوها، أو ممكن يكون في استكمال لموضوعات سابقة؟ كتير حلو رشا، الجانبين فعليا دائما المؤتمر أحد شروط المشاركة الأساسية أن تكون الأبحاث جديدة غير مجددة، يعني أبحاث جديدة لم تنشر قبل، أبحاث فيها أفكار حلوة كتير. نعم هناك أبحاث كثير مهمة رح تنشر في هذا المؤتمر، مثلا على سبيل المثال الصوفي سبق إدوين هابل باكتشاف مجرة الأندروميدا، فمن خلال هذا المؤتمر هي دعوة للاتحاد الدولي للفلك أن نغير اسم مجرة الأندروميدا إلى مجرة الصوفي، العالم الفلكي العربي الذي رصد المجرة قبل هابل وقبل اكتشاف المجرات. على سبيل المثال هناك بحث عن دور المستعيرات العظمية انفجارات النجوم بالأوبئة، كمان هذا كتير مهم وجديد، يعني هو خلينا نسميه بما أنه كورونا كانت مسيطرة على العالم الفترة الماضية، هي ربط ما بين ما يحدث في الفضاء على ما يحدث في الأرض. هناك دراسات عن أبو القاسم الزهراوي يلي هو خلينا نسميه نجم هذا المؤتمر، تسليط الضوء على أجهزته، ما هي الاختراعات التي اخترعها، كيف نحن فينا نطور فيها، نضوي عليها، نطورها، كله هذا من خلال هذا المؤتمر الذي سيعرض حوالي 48 بحث، 45 ل 48 بحث جديد، يعني ما عم نحكي على بحث او بحثين، 48 بحث رشا سلمى، شيء بيرفع الراس، يعني هاي سوريا، يعني 48 باحث رح يشاركوا بهذا المؤتمر، اذا سوريا على الاقل تملك 48 بحث في مجال التراث العلمي العربي. فهذا الشيء يعني اذا بنطلع مثلا على المؤتمرات العالميه بنلاقي بيكون في 3-4 من الدوله والباقي يستوردونه، أما نحن لا، التقل كان بسوريا. رح يكون معنا يمكن بعد شوي كمان الدكتور فؤاد عويلي، رح ناخد منه التفاصيل، هو جاهز معنا، بدنا نقول له صباح الخير دكتور فؤاد، عميد معهد التراث العربي الحديث في حلب. يسعد صباحك دكتور. صباح النور، يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا بالبداية نحكي عن المؤتمر وأهميته، ومعنا الدكتور محمد العصيري، وكنا عم نحكي معه أنه بداية المعهد يعتبر من أهم المعاهد للأبحاث بسوريا وبالوطن العربي. أكيد المعهد التراث العلمي العربي هو المعهد الوحيد في سوريا والمعهد الوحيد في الوطن العربي الذي يخرج طلاب ماجستير ودكتوراه، وطبعا المعهد هو معهد عريق، كل سنة في عنا نحن مؤتمر في مجال تاريخ العلوم العربية، وكل 4 سنوات في عنا ندوة عالمية. طبعا السنة في المؤتمر كان مثل ما ذكر قبل قليل الدكتور محمد، في عنا 48 باحث، في 47 باحث من داخل سوريا، وفي عنا باحثين من الجزائر الشقيقة. طبعا المعهد بتناول الابحاث بتناول كافه الاختصاصات في مجال تاريخ العلوم الطبيه والتطبيقيه والاساسيه والتراث العمراني، مجالات كبيره بتناولها المؤتمر. دكتور خلينا نحكي اليوم عن الاختصاصات بشكل موسع اكثر، مين اللي حنشهد ضمن هذا المؤتمر؟ مين الاختصاصات اللي حتكون مشاركه؟ وهل ممكن يكون المشاركه من موضوع واحد او لا، حنشهد تعدديه بتشاركيه؟ لا اكيد في اختصاصات مختلفه، يعني في مجال التراث العمراني كيفيه اعاده الاعمار للمدن القديمه، كيفيه اعاده الاعمار للمناطق التي تم استهدافها و تخريبة، يعني في مجالات كبيرة الحقيقة في هذا المجال، وهناك كثير من الباحثين شاركوا معنا بالمؤتمر وهم يقومون بعملية إعادة البناء للمناطق الأثرية. نعم نعم.
يعني الموضوع بحد ذاته هو موضوع مهم جدا، ونحن بنشكركم طبعا على هالمجهود المشترك اللي عم بتقوموا فيه، ان كان الجمعيه الفلكيه السوريه وان كان المعهد بهذا الوقت. خلينا نعرف كمان دكتور اهميه الربط بين الباحثين من المحافظات السوريه، وهل في بنسخ السابقه كان حضور عربي؟ هل ممكن نرجع نشهد حضور ومشاركه من دول عربيه؟ الحقيقة سابقا كان المؤتمرات تنعقد ويشارك معنا عدد كبير من الدول العربية. نعم. كان في عنا من مصر يشارك معنا الدكتور يوسف زيدان، كان معنا من السعودية، من الكويت، من كافة الدول العربية، من الجزائر، من لبنان، فمن كافة الدول العربية. هلا يعني المشاركة عم بتكون على يعني المشاركة وطنية. نعم. طب دكتور هيك بسؤال أخير اليوم، شو توقعاتكم لهذا المؤتمر كنتائج؟ يعني في شيء حاسبين شيء نتائج إيجابية ممكن تكون له على الأرض؟ أكيد في طبعاً. نحن في ختام كل مؤتمر في عنا توصيات، هذه التوصيات رح يكون فيها نقاط كثير مهمة بتدعم أهم النقاط وأهم الأفكار العلمية اللي توصلوا إليها الباحثين من هذا المؤتمر. نعم. وسوف يتم تقريسها في خدمة تراثنا العلمي العربي والتراث الإنساني وحتى التراث المادي والغير المادي. نعم. شكرا كثير لك دكتور، نتمنى لكم التوفيق، يعطيكم ألف عافية. دكتور محمد، يعني هيك بالدقائق الأخيرة اللي بقى يعني معنا تقريبا دقيقتين، خلينا نحكي أهم الاستعدادات اللي حتكون من الجمعية الفلكية لهالمؤتمر. تمام. يعني مثل ما تفضل دكتور فؤاد علو، بوجه له تحية على هالتعب والعذاب اللي عم يقوموا فيه لحتى إنجاح هذا المؤتمر الهام جدا. يعني نحن كثير بصراحة شايفين إنه في له مستقبل كثير كبير. نحن كجمعية فلكية سورية من خلال هذا المؤتمر عم نسعى مع معهد التراث العلمي العربي بحلب وجامعة حلب على أن يكون في التوصيات الختامية بناء مرصد فلكي على في معهد التراث العلمي العربي في حلب، اي ربط التراث مع الحاضر، بحيث ان يكون لدينا تلسكوب حلب. طبعا نحن كجمعيه فلكيه سوريه عندنا تلسكوب متنقل، لكن نسعى لبناء مرصد في معهد التراث العلمي العربي بحلب، وان شاء الله بتكون ضمن التوصيات الختاميه لهذا المؤتمر باجماع الباحثين لاهميه ربط ما هو قديم مع ما هو حديث، كما اطلقنا اسم كوكب تدمر ونجم ابلا وكوكب اوغاريت حديثا من خلال استعانة بتراثنا الماضي، أيضا من خلال هذا المعهد ومن خلال هذا المؤتمر أن يكون هناك تلسكوب يربط الماضي مع الحاضر إن شاء الله. يعني قبل ما نختم دكتور محمد، كمان اليوم نعرف نشاطاتكم دائما مستمرة، فشو أبرز النشاطات أيضا اللي عم تحضروا لغير المؤتمر؟ تمام. بالأمس كان عندنا هطل شهابي، هطل الشهابي الذي يدعى الأسديات نسبة إلى كوكبة الأسد 17-18 تشرين ثاني، واليوم مستمر. يعني أي ساعة دكتور؟ من ساعة 12 ليلا لساعات الفجر الأولى. رصدتوا المشهد بشكل رصدنا عام. المشهد، واليوم الغيوم قليلة، اليوم فرصتنا اكثر لحتى نشوف العاب ناريه بالسماء من الساعه 12 ليلا لأربعة فجرا. طبعا الهطل الشهابي الاسديات هو هطل شهابي قليل الغزاره نسبيا، لانه القمر بطور موجود بالسماء وعم يلمع، وبالتالي هو بالتربيع الاخير، وبالتالي سيؤثر على المنظر بشكل او باخر، لكن بامكاننا من الساعه 12 لأربعة فجر احصاء حوالي 60 ل 70 شهاب بالساعه في المناطق البعيدة عن التلوث الضوئي، ونتمنى أميات. هلا هي في لها قصص كثير، في لها قصص، لكن صحيح. بالنهاية نحن عم نعد الشهب، عم نحاول نحصيها، عم نشوف يا ترى ظهر معنا كرات نارية. بالأمس نعم ظهر معنا كرة نارية. شو تأثير ظهور الكرات النارية بهذا الوقت؟ هي بتكون رشا قطعة كبيرة من الصخر احترقت بشكل كبير من الغلاف الجوي. الخطورة تكمن رشا إنه لا سمح الله هي القطعة تسقط على الأرض. وقتها بيصير كارثة، مشكلة تماما، دمار محلي، لكن حيكون دمار محلي وليس انقراض البشرية. لكن هذا الدمار المحلي لا سمح الله إذا وقع فوق منطقة مأهولة أو كذا ممكن يسبب كارثة حسب حجمها كمان، حجمها تماما وسرعتها. لكن الحمد لله ما صار أي شيء من هذا، خلصت الشهوب اليوم آخر يوم، يعني بتبلش بقى تتناقص. لكن هاي كانت من الفعاليات الحلوة يلي نحن عم نختم فيها عام 2022. طبعا نحن رح نستقبل عام 2023 بنشاطات أيضا
عديدة. إن شاء الله. بنهاية هذا العام سلطنا ضوء على الفلك الصغير بشكل كتير كبير، حاولنا ننشئ جيل من الأطفال يلي بيحبوا هذا العلم واللي عم يحاولوا يطوروا هذا العلم، بنفس الوقت عم نحاول نسعى أن تكون نشاطاتنا بجميع المحافظات بحيث ما نظلم محافظة على حساب محافظة تانية، وهذا الدليل أنه حنكون إن شاء الله بحلب بمؤتمر التراث العلمي العربي بحلب. أكيد دكتور بدنا نشكرك لوجودك معنا، وأكيد لكل المجهود اللي عم تعملوه. شكرا لك سلمى رشا، يسعد صباحك. شكرا دكتور. اليوم عن جد اذا الشهب والامنيات هي انه نظاميه، مو انه هيك كنا نسمعها من زمان، فاليوم مفروض كل الشعب السوري يطلع يتمنى اليوم. شكرا دكتور.